قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه قال إن لله ملائكة في كل جمعة يجلسون عند الأبواب يكتبون الأول فالأول، كلما دخل شخص كتبوا اسمه فلان ثم فلان ثم فلان السابقون السابقون. قال يكتبون الأول فالأول حتى يصعد الإمام المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر الذي يأتي بعدما يصعد الإمام المنبر، فاسمه ليس موجودا في صحف الملائكة، لا يستحق أن يكتب لأنه تأخر عنها. وفي يوم المزيد في الجنة يكون قرب الناس من ربهم جل وعلا يوم القيامة بمقدار قربهم من الإمام في خطبة الجمعة.